أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل أقرأ أنا نعيش في زمان من كل يوم يطبق الإسلام كنيسي هو وتسلبنا هذه زر الحقيقة للإسلام غدي في كاسي لربيهم مخلف العباد على حسب طبقات من المجتمع لكلاس سوسيال يوم نطبق كنيسية وإذن نطبق كنيسية وإذن نطبق كنيسية وإذن كل يوم يقرص الوجن إذ الإسلام أنشتاقين إذ مثلا أريد سياقران يكاد لسوء الفهم للإسلام إسلامي دي بوين في محمد صلى الله عليه وسلم إذ فكسي لرب الخالق سبحانه وتعالى رحمة للعالمين يوغر ذا غريب أن كل يوم يجب بالدقس أكنسي هو قلت أن سفر داخل المساجد قلت أن سفر قارين سيمن قلت أن سفر ذي الأسواق الأسواق من الفئة وسلام قلت أن سفر ذي قبردان قارين سيمن قلت أن سفر ذي الأكولات قلت أن سفر ذي الدخان أن دي الله إنسي مني إيه من عني عباد ربنا ماذا قلسي سبب فرسيس الوالد ينسيم ولكن أني ذيل الإسلام يتمثل يريد لان ماشي عشرة ماشي سين ماشي ثلاثة قال سيدي ربي قويس إن الدين عند الله الإسلام دين سيدي ربي وذا الإسلام يون دين يقرد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونادي وين دين ماشي دين الإسلام ماشي الإسلام الحقيقي إلا تستقبل يا ربي إلا وذي لخف من الخاسرين الإسلام وين يدبون نفين صلى الله عليه وسلم يدبون لهنا ويدوني يدبون تجمات يدبون المحبة يدبون الرحمة يدبون تذكر يدبون المعاونة يقال سيدي ربي قوليس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تسمعوا ونث أفل الفعايل الخير مرة تسمعوا ونث إذ وين هي إلا الخوف ربهم وتسمع وانت لا نغفر لثم أين هي إلا الدنور نغفع ذو ثريلين قرب الدن مش نشتقي فلا تسمع ونم سيد ربي قرد إنما المؤمنون إخوة يقرد المؤمنين ذات مثل يقول ثقمات للمحي بضل الرحمة ذقوية ون يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن دروح هذا بشضر بغ الأمينون أتشي ربي خطر تصرف جانا إدي بن في صلى الله عليه وسلم والإسلام تصرف جانا الإسلام بالأخلاق كان يتمثل ونرغو لنا من الحقيقة وكذي المن ذي المنفعة له باش أنصر ذا شو أنا غير قفيسي لربيهم أنا ترى ما تروح لغاروكو مرسيون أتقضوا أسفك ذي من يتعدين وأسفك ذي من يتعدين إن قصفك ذي من يتعدين باش أبك دي فكينا تقضوا وكذلك سيد رب الخالق سبحانه وتعالى أن نروح غرورس الإسلام الحق باش أبك يقضي مولاش أمثلا نعدي غرورس لكن الإسلام يتمثل وين دي كوين تاجمات قرب الدين إدي كوين المعاملة العايدة الرحمة المحبة تقول وني قال وقولوا للناس حسنة إدي قال سيدي ربي قواليس إدي تسكر مرمركم في الجوارح نغاكم وقولوا للناس حسنة أهدف إي عبادة الدنيا مرة هدف أسلم سلي العايد ويقرد وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن سلي العبادي ودهدر أم سلي العالية الرسول صلى الله عليه وسلم قال التبسم في وجه أخيك صدقة ما صدق إهمك نسيب صحيح الصدقة المسلم أنه إذا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده إذا قال صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم إنسيب إذن يسيمن يعباد ربي مرة جرسيس أكل فسيس والمؤمن إذن كنا ألم من الغاشر غفيدة من السن غفل أموال السن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويتسكما يرى الإيمان ديون دون حشب ذلك يحمل الغرس
حملي مسين شنو يعني كحملي مانيس اللي يجدي ولي صغار قرص خوف احسان الوالدين والد خصك وقضى ربك الا تعبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا واش خدمت انا شي كشي دار بيت خدم الاحسان الوالدين والد الوالدين الاسلامي مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره كي قال صلى الله عليه وسلم واليوم نصب اليوم الاخر دخل الاحسان الجاريس قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ولك حلال المال وما كاينش يم حاشا لقريب يفكي الكلام شطوبة الخطا وقيل الاسلام الحقيقي كيف مثلا ولاش كلام نسينا فيات الاسلامات باش من كل يوم هذا تطبيق الكنيسي يعجب كل حزب بما لديهم فرحون يعني ينادي فرح الاسلام اللي يستخدم اماكن ويضم نظام ماشي الاسلام وين كان يخدم ما كننسى يقول الاسلام يقول لنا دواء يقول لنا مثلا العلاقات غير الدين الدين المعامله الدين النصيحه اللي قال صلى الله عليه وسلم سيد عبادي قال انما المؤمنون اخوه اين يشدوكين بالدم اين ثني رندف مثلا اين سات شمعاولا اين سات لهنا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا أش ستر ذي قاع مصر نظر الصلاح وقرام وزي مجرد تسبسدد يقضوا أصلح ذات بينكم خذ الصلاح قولون فروث أثمث النون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كان يتمثل شو أشتقين إسان أرغي يرحم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى كان يتمثل أشتقين ايجين شوية مجرد مصالح ذيني لن لزانترين سخدم الدين على حساب لزانترين سخدم الدين الدوني كان اين دين شو عدن حتش منت افخد من اين نظام قولتي كلام المصالح هي مثلا الافراد الجماعات قولي سعال العلاقة مرة اكد المعاملات اكد السلوك الله اكبر كان هي مثلا انشتاكي مرة أنا عقيب لما ذي الإيمان يخصن دبو يوم ما رنظر إنشيل إنق ما رنظر إنشيل يتكل ما رنظر إنشيل يستخدع ما رنظر إنشيل يتغش للميزان ما رنظر إنشيل يهدر الغيبة النميمة يزرع الفتن يقر مدن ما رنظر إنشيل يستشعر مكتوب للعباد مكتوب مد المرات شاف يا رفقة جيفيس وهذا سوحة اللي تصدرنا بل لا تنسي يمتذكي أنشتان يتبثل دين إيدي بوين المشاكل مرة الفتالين يتعيشون في مراجين سي من حاجة قادي أرحم سيدة ربين تصورنا من الإسلام تسوى ذنت مورا الغرب ما لم أقلنا نشتاقي كاقين الطران ينسيم إذوينك خدعان إذوين وتسعر ثروح في العون أزايغ الغرس لا لا خطأ أغرينا الإسلام نشوف الإسلام الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إنشي ما فهو مسنشي مذي حرام وتكتر وتخبش دار وسكي وتجرح دار وتنق دار وتصدار المالينس دي بطي وتكتر دي العرض نشوف تكتر دي الحرمينس الوقت الإسلام كما يتمثل سيد ربي قبليس الذي قال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وين أرين غم النفس المنادم بغير الحق أما كان ينغق يا عبادة الدنيا ثمرة وناس يحيو لما كان يحيا يا عبادة الدنيا ثمرة وقيل الإسلام يثمثل أين من شوية اللي يضروا ذلك شو هن الصورة من الإسلام أرمين إثتوى ذن إذ مثلا دي ثمور عن الغرب عن خطر تسخن عيثن الصورة يجين من الإسلام يكتو شو هن ماشي الصورة من الحقيقة الإسلام يروح باشا دي زكين باشا دي نظف باشا دي زيزدك وذي ربين يعود سل أخلاق الفاضلة أذي زرق المهم ما في ديف كاسي دي ربي غير دونيد وهذا زاد اسمها الفك المهم ينس شو واش يسالي قافيش يا ربي اللي شي الحدود ينس وين تاع الدائره الحدود نسي يا ربي
إن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه غير رسول صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله دش سينا قل آمنت بالله ثم استقم. أتصور السيد ربي تخم الفرع هذا بين في كل يوم هذا تخم إن في كل ينهى هذا سخرة أتحس هذا المعاملة اللي قالك بالخلق السيد ربي أتسد الرحمة للعالمين أما كان سيدنا السيد ربي إن كان مشرك صلى الله عليه وسلم يسلم ديك في دينه وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين لكن يركي ذا الرحمة للعالمين وكل إنسان مسلم دينه ذا الرحمة للعالمين قال ترى كل ذا الرحمة للعالمين كم؟ سبحان الله. إذن ثبيت أنو غاية غير وين دي وين في صلى الله عليه وسلم أنو غاية غير الإسلام الحقيقي قال إلي بقرن في صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إش قاعد ربي بشرة وقلت صفتي إنها ننصرف جانب ربي غل أمي يجي إذن أنا غير غرور سلاغ دي فك ودنهم الصفات العاين يخدم بهم بشرة غير ربيهم يسد أشتاقين أيضا مثلا أنا أقيم لهم الخطاب الديني دي المساجد إلى قدائم وأبدا إلى أدسو كيد غف المعاملات أفين يحواج إن سيم دي الحياة اليومية أين يحواج دي الواقع أي يقدر أدي تعالج أي يقين أن ننظر وانسل دي المجتمعات الإسلامية أين يحواج المجتمع المسلم ولكن وين اللان دي الكتاب وين دي القرآن الكريم وين دي وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنة وتستنين نظم أنت أدي وكبر غفل الأهمية ثم قرعة تسعى المعاملات المعاملات الدين المعاملة الدين النصيحة إذا قال صلى الله عليه وسلم أمي قال ابن الوردي ليك دل جيرا ليك دل عباد إكي قرد دل عباد إقباد دل عباد الصوم دل عباد السنبرة أما تقول كان الخدمة أما دل عباد دل المعاملات شو نشتيا أدين العباد أمن من أحد المكلة الزخين المجتمع أدي السين القدر إيش ودي السين القدر الغير يلس أدي قدر ما نيش وذي قدر الغريس في استيات النظام أنخذنا القرونا أكناد النوفون إذا ويدك رئيس صلحا داخل المجتمع تبع نبينا سيد ربيهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية الصالحة الجيل دي الدول أثناء الصحفة أمكارها الدول تيدت أمكار السين اندشي مقال الأمانة أمكار قدرا الغير سن أمكار الزوارين دائما المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة كما يثمثل اتبعان اين دينا ربيهم اين دينا نبيهم صلى الله عليه وسلم ولو خلفين تحرم من مرة اين تحرم خطر ما يخدم انسيم اين اخدم اين اسد يمر على الإسلام الإسلام الدين سيد ربي سيد ربي صلى أبي صلى دقاء صلى الله عليه وسلم سيد ربي صلى دينك صلى رجل الفاجر سرجل سوى الكزم الفاجر الذي يصر دينيس يوم جدا الذي يهزم الإسلام من كل ثم مرضي الدونيث أذيك شمغر غرص الإسلام ولي تسجى من كان كايد مثلا ولكن تقويد العبد وتشويها له الإسلام وذي نديه سنسى دي المضرة سنسى إنسي ما يخدم دي الفعيل أوني هرم كريقة بيسي داربين كما يتمثل شو ماش تجيني سين قال ابن ثمرث غافل الاساس الصحان انصرف جام ذي الاخلاق يحب بربي الصفه دي لها المرض العلاقه العينه اللي دخل المجتمع ويواجه ايه المراد من سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي الخلق الاسلام يفكت سيدي ربي باش ادين المجتمع مجتمع مسلم مجتمع مؤمن مجتمع يميح مايل مجتمع يتمع أولا للمجتمع يجي ثلاثة كمس يجي ثلاثة رحمة يجي ثلاثة معاونة كان يجي مثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين استمعون للقول في تبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.